طيب هندخل حد معانا على التليفون، يعني شخصية أنا طبعا بحبها جدا وأكيد حضرتك بتحبها. راجل بيتفانى في شغله زي حضرتك كده، ودلوقتي هو المدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، كابتن سمير عدلي. وسمير صحي؟ كابتن سمير حضرتك صحي معانا؟ يا كابتن هاني طبعا. انت سمير هتتحاسد يا حبيبي. بدعي يقول لك صحي. والله هتتحاسد يا ابني في مدير العلاقات الخارجية في النادي الأهلي. أهلا بيك يا فندم. النادي الأهلي وصحي عشان طبعا الكابتن باشا والكابتن هاني والأخت حبيبي مام. حبيبي يا وأنا مقل جدا جدا حقيقي جدا 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 في الإعلام. أنا بقالي 5 سنين يمكن في الأهلي الأخيرة دي، يمكن أنا ما اتكلمتش دقايق والله الأمانة. ده يا كابتن ده بيزيدنا شرف يا كابتن سمير ان حضرتك طبعا لا قيمه وقامه كبيره وبتقوم بدور يعني كبير جدا سمير. في النادي يا فندم. لا ربنا يخلي حضرتك متشكر جدا جدا. سمير أي تاريخ كبير. سمير اي حاجه تطلبيها هتلاقيها عندك. موجود فيه فلازم يكون يعني اقل حاجه اقدمها للنادي، يعني زي اي حد كلنا بنقدم للنادي اللي علمنا وخلانا بني ادمين اصلا يعني. كابتن سمير انا عارف ان طبعا علاقتك بالكابتن فتحي علاقه اكتر ممتازه وفي كواليس كتيره جدا ويعني تاريخ كمان قضيتوه مع بعض بشكل كبير، ف يعني اديك انت الميكروفون ولا ادي الميكروفون للكابتن فتحي؟ لا اديني الميكروفون انا. بس خلاص يا سمير. سمير ازيك اخبارك ايه كويس؟ الحمد لله. انا عايزين بس نقول للناس ومشاهدي قناه الاهلي كده، الناس عايزه تعرف ايه السر في رقم 13 اللي انت بتتفائل بيه جدا مع ان الناس كلها بتتشائم رقم 13. لا انا مش بتشائم منه، ما عنديش مشاكل مع لا رقم. سمير بيتفائل بيه، يعتز جدا برقم 13. اشمعنى يا فندم؟ لان الحقيقه احنا يوم ما وصلنا يعني كاس العالم ماتش 17/11/89 طبعا انا ما اعرفش انتوا هتكلموني ولا حاجه يعني لا التواريخ انت بالتواريخ يعني محتاج تطلع ورق، ده انت موسوعه اصلا. فعلا 17/11/89 ماتش بتاعنا بتاع مصر والجزائر بتاع التصفيات اللي وصلنا لكاس العالم، كنا راكبين اتوبيس فعلا كان اتوبيس رقم 13. الله. ويوم ما تعادلنا مع هولندا كان في عربية ماشية ملازمة معانا طول الطريق رقم 13 قدامنا على طول. يعني بيحصل كده حاجات ساعات يعني كتير قوي 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 بتحصل الرقم ده، رغم طبعا في ناس كتير بتتشائم منه. لا انا البيت اللي انا ساكن فيه كان الشقة 10 11 12 14، يعني صاحب العمارة نفسه مش حاطط فيها 13. شايل 13 خالص، لكن كان رقم بالنسبه لك رقم بتتفائل بيه. انجاز جداً. انجاز كاس العالم ووصول ومباراه هولندا مباراه عظيمه عملناها يعني برضو من المباريات التاريخيه. طيب كابتن فتحي بدا، اديك انت بقى ادي سؤال للكابتن فتحي نعرف برضو بعض الكواليس. سؤال خفيف يا سمير بلاش طعم. لا كابتن فتحي، لا على طول الكابتن فتحي معانا على طول. انا مش محتاج ان اسال الكابتن فتحي، انا المفروض اتكلم على الكابتن فتحي لان الكابتن فتحي دايما منضبط والكابتن فتحي دايما يعني لان هو ضيف الحلقه يعني لازم انا اللي اتكلم مش اسكت. فانا طبعا هو دايما منضبط ودايما هو بيحب شغله وبيفصل ما بين الهزار وبين الجد في الشغل. وكان الكابتن جوهر جرافيك فيه ثقه عمياء. لسه هنتكلم عن العلاقه الخاصه دي اللي بدات يمكن من 85 صح؟ من 85 من 85 واستمرت. بس عندك معلومات كويسه انت قوي يعني لازم اذاكر للكابتن فتحي طبعا. اذاكر لمين يعني؟ طبعا اه لا عايزين برضو الكواليس يا كابتن. عايزين كواليس. لا عايزين لا كابتن فتحي بوركينا فاسو حاجه من بوركينا فاسو كده يا كابتن سمير 98 حاجات جميله جدا حاجه كده من اللي الناس عايزه تسمعها. طب فكرني $100. طب فكر انت عايز ال $100 ولا ايه؟ لا احنا وصلنا طبعا مكان سيء جدا فاكر مفيش نور. وصلنا الفجر الساعه 3 كل اللي لقيناه في بوركينا فاسو عباره عن واحد موجود هو اللي ماسك المعسكر نفسه وماسك راديو الاوردست وحطه على ودنه بيسمع فيه من ايام الفراعنه تقريبا يعني ومفيش حاجه خالص ولا اي مسؤول ولا اي شيء حقيقي. احنا يعني
شائمنا جدا من الوضع. احنا جايبين مقبولات معانا كميه كبيره جدا عشان تكفي طبعا المده. شنط الاكل. قعدنا كلنا مع بعض الكابتن فتحي واللعيبه جايه مجهده جدا لان الرحله كانت طويله وكلهم جعانين. فالكابتن حتى قال كده خليهم ياكلوا بقى يعني افتح الاكل وكله. ودي ما كانتش بتحصل كتير ان الكابتن جوهر يقول افتح الاكل خليهم ياكلوا. ما كانتش بتحصل كتير. هو كان بمزاجه ولا ده عشان الوضع نفسه خلى اللعيبه كلها قلقت. كل اللعيبه قلت من الوضع اللي احنا دخلنا في المعسكر ده. يمكن سمير يعرف. الشنط اتفتحت وكل الاكل في الشنط اختفى في الغرف. واسال بقى سمير هو اللي يحكي لك بعد ما اللعيبه. اتفضل يا كابتن سمير. اتفضل يا كابتن سمير. لما الكابتن بقى اللعيبه في ناس لعيبه فيها زياده شويه في حاجه ابتدينا نشك ان في حاجه مش مظبوطه. فاجتمعنا على الجهاز مع بعض والكابتن جوهري قال انا نطلع التدريب. أنا فاكر. أنا فاكر أنا. فاكر أنت. أنا فاكر أنا. نفتح كله، فتحنا عايز أقول لك إحنا كنت أنا والكابتن كان كل شاليه هي كان عبارة عن زي شاليهات أدوار أرضي. صحيح. فكان كل شاليه بياخد ثلاثة من الجهاز واثنين يعني اثنين لعيبة لوحديهم أو ثلاثة من الجهاز مع بعض. أيوه. كنت أنا وكابتن فتحي وكابتن جوهري مع بعض. فقالنا نلم قال لي افتح كل الاوض وشفت انا شاكك ان في اكل وفي حاجات موجوده. ما اقولكش طبعا كان احلى سوبر ماركت موجود في بوركينا فاسو او في العالم. طب قول لي سمير انت كنت بتخاف من ايه مره كده وانت داخل الاوضه؟ ايه اللي خوفك وكنت اللي جايب بسكوت اللي جايب شوكولاته؟ انا فاكر يا كابتن سمير. يا كابتن سمير انا فاكر يعني الحمد لله. انا يعني انا فاكر كنت قاعد مع مين ومن الناس مش يعني مش من الناس اللي كانت بتحب الاكل قوي يعني ما كنتش بجيب اكل. لكن انا فاكر بالظبط وده اللي حصل ان كابتن جوهري يلا كل اتنين يعيشوا كل اتنين حياتهم وتطلع بره. ففضيته كل البنجلوز وكل الشاليهات فديت في ثانيه. وبعدين انا فاكر بقى بعض اللعيبه مش هقول اسماء طبعا كان بالنسبه لهم ليله حزينه جدا. طبعا هو كل المجنه اللي جايبينها جايبين بقى يعني زي ما انت بتقول كل كلام السوبر ماركت كله كان موجود. كان عندنا كل حاجه في الدنيا. عندنا مباحث التموين عدت خدت الشنه كلها. الليله بتاعت الماتش كان بيعملها في انه ممكن كل واحد يجي ياخد الحاجه بتاعته. كابتن هاني مش عايز يقول اسمائهم لكن كابتن فتحي ممكن يقول لنا. بس على فكره سمير خواف قوي. بتخاف يا كابتن سمير؟ جدا. كنت بتخاف من ايه يا كابتن سمير؟ يعني هقول لك يعني اساله فتحي عمل فيا عامله جامده جدا. اساله اول ما دخلنا الاوضه ايه اللي حصل. طب احكي لنا اساله على الطياره اللي كانت واخدانا من العاصمه عشان تودينا نلعب الفاينل. فاكر الماتش النهائي؟ الماتش النهائي. ما رضيش يركب الطياره. اما راح عرف ان الطياره شكلها وانت طاير بيها وتشوف اللي تحتيك جري وسابنا وجري. والله ركب عربيه. كانت اول مره حضرتك يعني دي تاني مره او تالت مره تركب فيها طياره تقريبا؟ لا الطياره بيني وبينك. لا ما الطياره طيارات بيني وبينك. بيني وبينك الطياره كانت تخوف. الطياره يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. قلت لهم يا جماعه انا اروح مع السفير الاول. قال لك انا اروح مع السفير. ده ذكي. سفير ذكي جدا. طريق البلد. اقول لحضرتك على حاجه. حضرتك بتقولي على كده احنا ركبنا الطياره نلعب ماتش مع زامبيا. نفس الطياره اللي وقع بيها ايوه دي حقيقه. يا كابتن سمير احنا كنا بنطلع الطياره. اولا الباب بتاع القبل مفتوح يعني انت الدنيا مفتوحه. تاني حاجه مفيش حتى امكانيات جوه. وبعدين طياره امكانيات مفيش. طياره مروح. بالظبط. وانا فاكر بعض اللعيبه والله العظيم كنت قاعد شايف اللي ماشي تحت. كابتن فتحي كان بيقول لك انا قاعد شايف اللي ماشي تحت. شايف اللي ماشي تحت. الطياره ما كانتش بتعلى. طب اعلى. طب امتى هيعلى؟ قوي. شفنا حاجات كتير. طب انت سمير فاكر موضوع الخنازير؟ طب ما ليه حق يخاف العربيه اللي داخل بالخنازير. يا روح ما بعدك روح. اتفضل. طبعا ده كان معسكر الارض كله. الارض موهبه فمعموله من الطوب الصخري اللي زي الزلط كده لان الارض مش متثبته لان المكان اللي احنا كنا فيه ما كانش مجهز. كانوا بيتجهزوا بعد سنه عشان اجتماع لمؤتمر للدول الاسلاميه حاجه زي كده. فاللي حصل ان المعسكر ده فيه باب دخول وباب خروج على مسافه كله حوالي كيلو تقريبا. مبسوط حضرتك. عشان يعملوا لنا زعر جابوا عربيه صغيره خنزير. وضبطوا خنزير فيها من الظهر وبيفتحوا الباب ده والباب الثاني
طبعا احنا نايمين كانت حوالي الساعه 12 واحده بالليل كده، وبتخش العربيه دي بسرعه اسرع سرعه ممكنه، تطلع تدخل من الباب ده تطلع من الباب الثاني، وتجر الخنزير في الارض مع السرعه، الخنزير جسمه كله بيحتك في الارض، فطبعا كل ده بينزل دم بيتفق له بقى بيصرخ، فبيصرخ الخنزير صوته لا تتخيلي، لان هو بيتقطع من سرعه الجري، كل جسمه كل الدم بيبقى موجود على كل مؤثر، وده بيعتبروه هم حاجات يعني بيعملوها عشان يخوفونا وسحر وحاجات زي كده، بس احنا الحمد لله ما خفناش متعودين ما خفناش لا ما خفناش يا كابتن سمير، عشان نكسب وناخد البطوله وكسبنا وبوركينا 2-0 وده وكسبنا بوركينا انت فاكر كمان يا كابتن سمير وكابتن فتحي كمان يفتكر معانا مباراه المغرب وقد ايه كنا زعلانين ان احنا اتغلبنا من المغرب، لان احنا كنا هنقابل ساحل العاج، يوسف حاج اللي دخل سجل الهدف كان مصطفى حاج مصطفى حاج كوره دبل كيك كده انا فاكر بالظبط، وقد ايه كنا زعلانين لان احنا كان ساعتها كنا هنقابل بقى ساحل العاج، احنا كنا ماشيين كويس كسبانين اول ماتشين وكان يعني فتحت خير بالنسبه لنا، كمان ساحل العاج نزلت المباراه كابتن وانت شفت خايفه مننا وكان طريقنا ضربات جزاء بضربات جزاء عدينا ضربات الجزاء مظبوط صح، لا حقيقه كان في ايام كثيره حاجات كثيره، واحنا صحيح يعني الناس حبتنا بوركينا فاسو بقى لنا جمهور مصري من غير ما نعمل جمهور، كل الناس اللي حوالينا الشباب الصغير كان عارفين البرنامج بتاعنا، ان احنا ما كانش في مكان للاكل في نفس المعسكر، احنا المعسكر بتبات فيه لكن لازم نعدي مساحه كده قدامنا مكان ثاني فيه مطعم مجمع، فكانت النتيجه ان احنا لينا مواعيد ثابته في الفطار والغداء والعشاء، كان الناس اللي اهل القريه اللي موجودين اللي احنا موجودين فيها كانوا يمكن بيرتبطوا بينا بالمواعيد فبينتظروا، كان اللعيبه الاكل اللي اتبقى مننا مش عايز اقول لك، كان الاولاد يقفوا صف اللي هو مثلا من سن 8 لسن 15 سنه او 18 سنه كده يبقوا واقفين، اللعيبه تمشي في ازازه اللبن راقيه او علبه العصير، الولاد يقفوا صف يدوا كل واحد شويه 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 بقه، يعني احنا ما عندكيش فكره كنا يعني بنعطف على الناس، فالناس حبونا ان احنا كنا خيرين معاهم كنا بنديهم الاكل بتاعنا طول ما احنا موجودين، فكان كلهم لبسوا الفانيلا بتاعت منتخب مصر وكانوا بيجوا يحرصوا ان هم يخلينا نتفرج، الجمهور بيشجعنا هم يعني لابسين منتخب مصر لكن هم بوركينا طبعا يعني اغلى اغلى واصعب بطوله يا كابتن وحضرتك دلوقتي بتتكلم طبعا لان الكابتن جوهر رحمه الله عليه كان مهيئ الراي العام والاعلام والدنيا بيتكلم ان مصر دي مركز عاشر مصر والله العظيم العيشه الصعبه اللي احنا عشناها في المعسكر ده واللعيبه كان عندها اراده قويه جدا كسبتنا هذه البطوله يعني العيشه اللي احنا عشناها هناك صراحه اللعيبه كانت رجاله جدا ساعتها قال هناخد المركز ال 13 صح؟ نرجع بالكاس نرجع بالكاس كان معانا الكابتن حسنين حمزه ربنا يديله الصحه كان معاه شنطه قال انا الشنطه دي جايبها معايا فاضيه عشان نرجع بيها بالكاس ايوه مظبوط وبعدين هقول لحضرتك على حاجه ثانيه برضه مهمه قوي 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 احنا كنا عاملين حاجتين طبعا ان نروح لكن انا بحجز على الحجوزات حسب دور 8 دور 16 حجوزات الرجوع يعني هو بيتكلم على حجوزات الطياره الرجوع يعني العوده 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 والعوده احنا حوالي 34 واحد يعني العدد شويه ممكن يبوظ اي رحله طيران فكنا كل ما نكسب ربنا يكرمنا اروح شركه الطيران واجدد الغي العدد فات واحجز على ايه على الميعاد اللي بعديه الغي واحجز العمليه دي تمت حوالي اربع مرات لغايه ما وصلنا النهائي. جينا في اخر مره بقى يعني ثالث مره قبل النهائي الجماعه بتوع الطيران وقفوا من جوه الازاز قالوا لي مش هتخش. حفظوا حضرتك. زهقوا منه. مش هنغير ثاني قلت لهم لا احنا هنوصل النهائي. فالحمد لله الحقيقه يعني كان ربنا كرمنا واحنا حضرتك بدل شوفي طالما ان في الحب طالما ان في الحب دي حقيقة طبعا والحاجة كويسة حتى وانتوا بتحكوا الذكريات دي يا كابتن مستمتعين بالذكريات وانتوا بتحكوها الحب والاخلاص كلنا بنحب بعض هي دي بقى حضرتك المشكلة اللي انا ما بخش التلفزيون خالص طول الخمس سنين دي انا بقول لك بقى لا كابتن سمير كابتن سمير كابتن سمير لا انت ان شاء الله باذن الله هتجي لنا باذن الله يعني انت يعني اسطوره وموسوعه كبيره توعدني احنا لا احنا دلوقتي الجو العام ما بقاش حلو دي الحاجه اللي حقيقي حاجه اللي انا بتحزنني جدا انه نفس الجو يرجع رياضي يرجع زي ما المفروض ان هو يكون
لا ان شاء الله كابتن باذن الله, الله ترجع زي الاول يعني واحسن ان شاء الله يا سهام. وانا يعني وعد يا كابتن سمير ان شاء الله هاتوا يوم 13 ان شاء الله باذن الله نجيب حضرتك يوم 13 صح دي فكره فعلا كويسه يوم 13 انت مقل في الظهور يا كابتن سمير انا عارف ودخلت المداخله علشان الكابتن فتح مبروك انا متاكد من ده كويس والله اقسم بالله عشان خاطر الكابتن فتح وعشانك طبعا وعشان وعشان قناه الاهلي ربنا يخليك ده شرف لينا بالذات لي غلاوه عندي طبعا جدا والقناه دي قناه النادي بتاعي طبعا انما والله اقسم بالله ان انا مقل جدا 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 يعني طب وعد منك يا كابتن سمير مش عايز اخد اكتر من وقتكم لا لا بالعكس لا ازاي بقى بالعكس لا ازاي بقى لسه يا سمير لسه هتاخد ما خدت كابتن سمير انا لازم تجي لي عشان يوم 13 عشان ارجع لك ال100 دولار انا لغايه دلوقتي ما قلتليش ال100 دولار ده ايه بس ان شاء الله بلاش على الهوا بلاش عشان نرفع لا 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 عشان نرفع سمير هتلاقيه مع ايصال لعلمك لما قلنا يا كابتن فتحي نرفع المعنويات كل واحد الشريط بتاعه يوضبه بطريقه كويسه مظبوط مظبوط اول يوم ايوه اليوم صح افتكرت فعلا اول يوم هياخد مكافاه عشان نشغل الناس لان اليوم طويل واحنا قاعدين قاعده ممله الكابتن هاني عمل ايه كان نصح جدا طلع اوضه النوم في الريسبشن ودخل الريسبشن في اوضه النوم غيروا مكان الاوضه وخدوا الزرع ايوه رحت خدت الزرع من بره ايوه عمل سكينه جوه الشاليه بتاعه فبقى الشاليه كانه في اوتيل بقى حاجه ثانيه مش ممكن افسخ خالص ايوه 100 دولار يا كابتن كان 100 دولار برضو لا والكابتن عندك الذوق الرفيع برضه ربنا يخليك ربنا يخليك شرفتنا شرفتنا موجود والله لعيبه الملتزمه المحترمه لعيب طول عمرك يعني راجل محترف ومؤدب وعارف انت بتعمل ايه ربنا يخليك يا كابتن سمير بنشكرك شكر جزيل شكرا. وعلى وعد ان شاء الله باذن الله يكون لقاء هنا بيتك ده وبيت كل الاهلاويه بيت البيت الكبير ان شاء الله يكون لنا لقاء معاك ونتكلم بقى براحتنا في كل الكواليس ان شاء الله يا كابتن سمير شكرا جزيلا لحضرتك شكرا.